لهذا الحادث الذي ألمنا جميعا، الاعتداء على أبنائنا من الضباط ومن الجنود في سيناء بهذه الصورة الوحشية التي لا يخفى على قارئ جيد ومتابع جيد وطالب علم مميز أن لها دوافع لا تخلو، إما أن يكون من فعل ذلك جاهل وجهل جهل مركب، ومن يكون حاقد حاسد يريد أن ينتقم، يريد أن يحدث الفوضى والانهيار، وإما مأجور عميل يعني ينفذ مخططات لأعداء هذا البلد بل لأعداء الأمة، لأن هذا البلد حصن حصين لهذه الأمة كما تعلمون، يعني وإن اختلفنا في بعض الأمور لكن هذه حقيقة لابد أن تكون واضحة. ومن أجل ذلك يعني نحن لا نقول نشجو وندين ونستنكر فقط، نقول هذا إرهاب وهذا تطرف لكن ليس إسلامي، فالإسلام بريء من مثل هذه التصرفات وهذه الاعتداءات التي لا يقرها بحال من الأحوال. وإن شئتم لو قلنا مثلا من فعل ذلك من منطلقات يعني الجهل، الروس الجهال الذين يدفعونهم بعواطف وبحماسات فارغة لا تعرف طريقا للتأصيل ولا للتنظير ولا لمعرفة الأحكام الشرعية لم نخطئ. فبالله عليكم قولوا لي لو كان هؤلاء فعلا ينتسبون للإسلام، أما سمعوا حديث الإسلام عن حرمة الدماء المعصومة؟ أما قرأوا عن كلام الإسلام قرآن وسنة عن حرمة الدماء المعصومة على الجملة أيا كانت، لذمي، لمعاهد، لمستأمن، لسفير، لسائح، فضلا أن تكون دماء لمسلم يقوم بحراسة مثلا مرفق كهذا المرفق الذي قتل فيه هؤلاء الأبناء الذين ندعو الله عز وجل أن يتغمدهم في الشهداء وأن ينزل على أهليهم الصبر والسلوان والرضا بقضاء الله وقدره. فنقول لهؤلاء أما سمعوا مثلا القرآن ويتكلم عن بني إسرائيل والجرأة على الدماء التي كانت كما في قوله تعالى وكذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأننا قتل الناس جميعا، يعني جرم عظيم جدا جدا. أي نفس؟ القرآن هنا لم يبين أي نفس يحرم الاعتداء عليه. وحينما أثنى تبارك تعالى على المؤمنين قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقول الحق هو الحكم الشرعي وفي ضوابط شرعية لتنفيذه الحاكم أو من ينوب عن الحاكم حتى لا تكون الفوضى والهمجية والاندفاع والاستهتار بالدماء. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الدماء على الجملة بدون تفصيل هنا، وسنفصل لنبين أن هؤلاء جهال حقيقة جهل مركب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني في عافية وسلامة، ما لم يصب دما حراما. أول ما يقرب على دم محرم عليه ومش في فسحة من دينه ده في ورطة. ابن عمر يقول رضي الله عنه من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أدخل نفسه فيها سفك الدم المحرم بغير حق. ورطة بجد يا جماعة والله، نحن يعني والله من باب الإنصاف والوفاء ندعو لمشايخنا الذين علمونا هذا المنهج السلفي النقي الصافي الذي يوقع الدماء، وفصل وبين حرمة الدماء المعصومة. أما لو كان دم غير مسلم تحديدا أيضا لا يجوز إلا بالحق. ولذلك الحديث من قتل معاهدا واحد كتابي
حاكم أو أي مسلم أو مستأمن أو أجيرة من أي مسلم لو كان أقل مسلم فينا. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. ريحتها توجد من 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 مدة 40 سنة تتشم، ده محروم منها. إنه قتل واحد معاهد، يهودي نصراني، المهم إن هو معاهد يعطي الأمان. تخيل أمر في منتهى الخطورة والله. طيب لو قتل نفس مسلمة، أولادنا الجنود والضباط دول أنا أعرف ناس كتير حافظين ومعاهم قراءات ومتقنين، هما أولادنا وإخواتنا وجيراننا، ومش كده؟ مش تتعرف فيهم ناس على الجملة يعني يقتلون بهذه الطريقة البشعة التي لا تدل إلا على يا إما جهل مركب، يا إما حقد وحسد، يا إما إنسان مأجور دنيا عمل بصيرته والعياذ بالله تعالى. وإلا فكيف يفعل ذلك من يقرأ في كتاب الله عز وجل؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اسمع، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. تخيل، هذا قرآن ولا إيش هذا الذي قلته؟ قرآن يبدأ لقيام الساعة. أين هؤلاء من كتاب الله عز وجل؟ التأويلات الفاسدة وعلماء السوء والجهال الذين يوجهون هؤلاء من الصراديق، أمر في منتهى الخطورة والله العظيم. يا أخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أما سمع هؤلاء هذا الحديث الصحيح، لزوال الدنيا بما فيها وعليها، لزوال الدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من قتل امرئ مسلم واحد بغير حق. الدنيا بحالها تضيع تروح، ولا يقتل مسلم بغير حق. يا الله. بعض الأثار حسن بعض أهل العلم يقول إن صح الرفع، لو أن أهل السماوات والأرض، هم مين في السماوات والأرض كده على بعضهم يعني، مين فيهم؟ ملائكة وإنس وجن، مش كده؟ لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مسلمين لأكبهم المولى تبارك وتعالى في النار يعني ولا يبالي. لو اجتمعوا كلهم وخططوا ودبروا مع بعض كلهم يحطوهم في النار عشان مسلم واحد بغير حق. يا الله. والله يا جماعة ما حدش متخيل. وقال لك ايه، ينسى الدال الإسلام؟ لا، الإسلام بريء من مثل هذه التصرفات تماما تماما. من حديث في الباب كثيرة جدا جدا، أين هؤلاء من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أول ما يقضى فيه يوم القيامة إيش؟ الدماء، الدماء يعني قبل أي حاجة تعالى تحاسب على الدم، الدم اللي أنت سفكته بظلم بدون وجه حق، أول حاجة تحاسب عليه هو. في الأثر يوقف ويرفع، يأتي المقتول يوم القيامة يمسك أو يرفع رأسه على كفه، يشيل رأسه كده، تشعر أو دهجه دما، شرايينه بتنزل دم كأنه لسه مقتول دلوقتي، ويمسك بقاتله من ترابيبه، مسكه من هنا، يجره من ورائه حتى يقف به بين يدي المولى عز وجل، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني أتم لي، وفي الرواية سل هذا لما قتلني أتم لي برضه. شاب من أبناء اللي زيكم كده راح يؤدي الخدمة اللي عليه وفي حال سبيله، ودام بكل سهولة كده يقرر أن يقتله بدون وجه حق. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا إخواني يعني الله المستعان. حس
حسبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعض هؤلاء يسمعنا بصورة أو لأخرى. كل ذنب عسى الله أن يغفره. إلا رجل مات مشركا ومن ثاني أو قتل مسلما بغير حق. حديث كثيرة في الباب، أنا مش عايز أطول فيها لأن مش أنا مش جاي أفصل في الموضوع، لكن أنا عايز أقول لكم أشكروا ربنا واحمدوه إن أنتوا على منهج سوي، منهج معتدل، منهج مبارك، لديكم مشايخ أفاضل أجلاء يوقرون ويعظمون الدماء ويوصلون وينظرون بالرد على أمثال هؤلاء الجهال. أما إن كان من الحاقدين والحاسدين على هذا البلد كي يضيع الأمن والأمان وتحل الفوضى والدمار، أو لحسابات أخرى لتفتيت هذا البلد، نقول لهؤلاء موتوا بغيركم لن تنالوا خيرا. أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصر بحفظه وسائر بلاد المسلمين، ونتغمد هؤلاء الشباب برحمته لعلهم من الشهداء، وهنيئا لهم ولأهليهم. فالشهيد عند ربه ست خصال تحفظونها من الحديث، ويغفر للواحد منهم مع أول قطرة دم، يجر من الفزع الأكبر، يلبس تاج الكرامة، يشفع في 70 من أهله، يزوج ب70 من الحور العين. هنيئا لهم هم. أما من ظلمهم فأمره إلى الله تبارك وتعالى. فأردنا أن ننبه على هذا الحادث المؤلم، وعلى الشباب أن يهتم بهذه القضية وأن ينشر هذا الكلام وأن يبين للناس هذا منهجنا. ولذلك والله صيحة من هذا المكان لعلها تصل للمسؤولين يعني لمن يقومون على المساجد والدعوة لله عز وجل، افسح المجال للشباب الوسط المعتدل. وجوب الأرض يتكلم في حرمة الدماء وخطورة التكفير بغير مكفر وبيان هذه المسائل، لأن تجهيل الناس وتشريف المنابع بهذه الصورة قد يكون خطر على الجميع، على الأخضر واليابس. اللهم احفظ مصرنا بحفظك يا رب العالمين.